أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تصعيد السلطة المحلية في حضرموت ضد الشرعية وزيارة المحافظ لأبو ظبي. قال مصدر حكومي إن محافظ حضرموت فرج البحسني بدأ زيارة غير معلنة إلى الإمارات. ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله إن الزيارة التي يقوم بها البحسني تمت دون التنسيق مع الحكومة ورئيس هادي. وتأتي زيارة البحسني لأبوظبي بعد 5 أيام على إعلانه وقف عملية تصدير النفط الخام احتجاجا على ما قال إنه تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه المحافظة. وفسر المصدر هذه الزيارة بأنها تأتي في إطار التنسيق مع أبوظبي لتفجير الأوضاع في حضرموت مع الحكومة الشرعية عبر قوات المجلس الانتقالي الممولة إماراتيا، كما حدث في عدن وأبين في أغسطس الماضي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما علاقة أبوظبي بالتصعيد الأخير الذي شهدته المكلة ضد الشرعية؟ وما موقف الشرعية من تحركات سلطة حضرموت الأخيرة؟ محافظ حضرموت فرج البحسني في زيارة غير معلنة إلى أبوظبي بعد أسبوع من التحشيد ضد الشرعية في المكلة قادته السلطة المحلية. كشفت هذه المعلومة القادمة من وكالة الأناضول أيضا أن هذه الزيارة تمت دون تنسيق مع الحكومة اليمنية أو الرئيس هادي، في خطوة يراها البعض أنها إعلان موقف وانحياز لأبوظبي وأجنداتها في اليمن وتخل عن الشرعية. زيارة بعد أسبوع من التحشيد الرسمي ضد الشرعية، وبعد إعلان البحسني عن قراره إيقاف تصدير النفط ومنع تزويد الباخرة المستأجرة من قبل الحكومة الشرعية عقب وصولها إلى ميناء الضبة النفطي. تحركات وتغير في توجهات سلطة ساحل حضرموت أثار لغطا وتساؤلات كثيرة لدى الأوساط السياسية حول هدف هذه التحركات وعلاقتها بأبوظبي التي تتخذ من مدينة المكلا مقرا لقواتها وتنشر قوات لها في ساحل حضرموت. هل تلحق حضرموت بسيناريو عدن أم تمنع السعودية ذلك كما حدث في شبوة؟ وقد شهدت المكلا تظاهرة حاشدة مساندة لقرار وقف تصدير النفط حتى استجابة الحكومة لمطالب حضرموت، تظاهرة حضرت فيها أعلام الجنوب والإمارات وغابت أعلام اليمن، لكن وزارة المالية أكدت عقب التظاهرة التزام الحكومة واستمرارها بصرف حصة التنمية المخصصة لحضرموت من عائدات النفط المصدرة من القطاعات النفطية في المحافظة. وبحسب الحكومة أيضا فإنه منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت تم إيداع 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية، 20 مليون دولار فقط منها ذهبت إلى سلطة الوادي وترجمت إلى مشاريع أعلن عنها، ولم يعلن عن مصير بقية المبالغ في ظل تدهور الملفات الخدمية والأمنية. هل قالت سلطة حضرموت كلمتها وحددت موقفها من الصراع الدائر بين الشرعية اليمنية والإمارات؟ ولكن لماذا الآن بعد أن نأت بنفسها طويلا عن الصراعات الحاصلة؟ مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من المكلا الناشط السياسي محمد بن علي جابر. أهلا بك سيد بن جابر. إذن يعني قرار المحافظ إيقاف تصدير النفط وكذا هذه الأنباء التي تتحدث عن زيارة غير معلنة له إلى أبوظبي، كيف تصف المشهد هناك في حضرموت؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا. وفي البدء أهني الشعب اليمني بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر المجيدة، ومن خلالكم إلى القيادة السياسية اليمنية وإلى جميع المهتمين بالشأن اليمني. طبعا نحن بصريح العبارة نحن مع مطالب حضرموت، هذا شيء مفروغ منه. نحن مع مطالب ونقر أن الحكومة مقصرة في جانب الخدمات في لحضرموت. حضرموت مبعدة كثيرا من القرار السياسي، مبعدة من مفاصل القرار بشكل عام في الدولة، وهذا نحن يحز في أنفسنا. ولكننا ضد الفساد، ضد الفساد، وسنقول كلمة حق.
هناك قصور من السلطة، هناك قصور من السلطة في أداء واجباتها، هناك إيرادات غير محصنة، هناك فساد في الطاقة المشتراة. يا عزيزي، مؤسسة الكهرباء تستلم الطاقة المشتراة من غير عدادات. تصور يجي صاحب الشركة يقول لهم هذا الماطور 20 ميجا، يبقى 20 ميجا لازم تصرف عليه وقود، زيوت، قطع غيار حق 20 ميجا، تدفع إيجار حق 20 ميجا، وهو في الأصل ماطور متهالك لا يعطي إلا مثلا 12-13 ميجا، يعني 8 ميجا هذا تروح في الهواء، ما أدري فين تروح. هل السلطة مغيبة؟ نطالب نحن بلجنة التفتيش على مولدات الطاقة المباعة، وأيضا كمية تقول، لأن المبلغ مهول 17 مليون دولار. تصور هذا ما يصرف على وقود الكهرباء في حضرموت، في ساحل حضرموت، فهذا شيء لا 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 يقبله عقل صراحة. طيب، يعني فيما يتعلق، أفهم منك سيد بن جابر، فيما يتعلق بالرأي العام بداخل حضرموت تجاه الموقف من الحكومة وتجاه المحافظ البحسني، هل يتماشى مع الرؤية التي تجلت أثارها في عدن وأبين ربما، أم أن الوضع سيكون مختلفا هناك في حضرموت فيما يتعلق بالموقف من الحكومة الشرعية؟ نعم سيدي، يتماشى، هذا يتماشى مع ما جرى في عدن وأبين، لأنه الوقفة التصعيدية طغى عليها أعلام الانتقالي، طغت عليها وكانوا في الصفوف الأولى، بل كانوا هم بيصيغوا بيان الوقفة لولا تدخل بعض العقلاء، ولا كانت هم بيصيغوا بيان الوقفة، وكأن الوقفة هم من أقاموها وهم من كانوا وراها. يعني لجنة التصعيد يعني لا حول لها ولا قوة، فسطوة الانتقالي بوجود الإمارات في حضرموت وأذرعها، فسطوة الانتقالي أقوى. وأنا أرى أن البحسني إن لم يتخذ إجراءات قوية ورادعة للانتقالي والإمارات، فإن حضرموت حتلحق برقب عدن وأبين. يعني هل أفهم منك سيد بن جابر على أن من يتحكم في المشهد في حضرموت اليوم هو المجلس الانتقالي ومن يقف وراءه؟ نعم. نعم، المجلس الانتقالي هو من يدير المشهد في حضرموت، هو صاحب السطوة والحضور والطاغي في حضرموت. طيب، ماذا عن السلطة المحلية في مواجهة كل ذلك؟ أين هو موقفها؟ أين تتموضع بالضبط؟ هل هي تتماشى مع موقف المجلس الانتقالي، تقف إلى حد ما مع السلطة الشرعية والحكومة هناك، أم أنها تحاول أن تكون رمانة الميزان إن صح التعبير؟ هم يحاولوا يكونوا رمانة الميزان، ولا إيش يعني إنه أن يحضر الوكيل المحافظ والوكيل وجمع من مسؤولي من السلطة في منصة كلها أعلام الجنوب الانفصالية؟ ماذا يعني هذا؟ ما الذي تفهمه أنت؟ ما الذي تفهمه أنت من هذه الخطوة؟ أنا أفهم إنه مباركة وموافقة. أنا اللي أفهمه إنها مباركة وموافقة. ألا يمكن أن يكون امتصاص لغضب ما مثلا؟ ربما، لكن أنا أرى إنه هذا يعني كان بإمكان المحافظة أن يصدر قرار، يعني لأنه اجتمع بكل المكونات اللي حتحضر الوقفة، اجتمع بهم قبل الوقفة وأعطاهم خط سير الوقفة وماذا يعمل في الوقفة. كان بإمكانه أن يقول لهم لا ترفعوا أي أعلام، هذه وقفة حقوقية بحتة، ما لها علاقة لا بسياسة الجنوب ولا بسياسة الشمال. نحن نطالب بحقوق شعب يعني يتضور جوعا، يعاني الأمرين، لكن لم يقول هذا الكلام. فخرجوا اللي يعني غابت أعلام اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج، وبنقول هي يعني هذا حرية التعبير، لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي،
كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه.
يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية تعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على سنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية تعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على سنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية تعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على سنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية تعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على سنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية تعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على سنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية تعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على سنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية تعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على سنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية تعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على سنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية تعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على سنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية تعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل
انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه. يعني لو رفع علم اليمن اي انسان خرج وبنقول هي يعني هذا حريه التعبير. لو انا نزلت بعلم اليمن يعني اعبر عن قناعتي وعن رايي كان حتحصل لي كارثه يعني. لانه طيب. بالفعل انه في نعم. من لجنه التصعيد منعت يعني اصدرت شبه قرار يعني على انه يمنع رفع علم اليمن. يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثه.
يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية التعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على إنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية التعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على إنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية التعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على إنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية التعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على إنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية التعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على إنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية التعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على إنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية التعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على إنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن أي إنسان خرج وبنقول هي يعني يعني هذا حرية التعبير. لو أنا نزلت بعلم اليمن يعني أعبر عن قناعتي وعن رأيي كان حتحصل لي كارثة، لأنه طيب. بالفعل إنه في نعم. من لجنة التصعيد منعت يعني أصدرت شبه قرار يعني على إنه يمنع رفع علم اليمن، يعني من رفع علم اليمن هذاك اليوم كان ممكن يحصل له كارثة. يعني لو رفع علم اليمن وبنقول هي يعني هذا